سنبقى في ذات الشأن ومعي من القامش لهذه المرة الكاتب والباحث السياسي هوشنك حسن. أستاذ هوشنك مرحبا بك معنا. إذن إلى أي مدى الوضع بات دقيق والأمور باتت مرشحة لمزيد من التصعيد عندما نتحدث عن هجوم عكسي من قوات سوريا الديمقراطية عقب هذه الغارات بالمسيرات التركية؟ مرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين. يعني تصعيد تركي مستمر لمدة 72 ساعة هنا في المناطق الحدودية من شمال شرقي سوريا، وخاصة تلك المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. طبعا هذا التصعيد هو الأعنف منذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه بعد القيام ببعض الخطوات الداخلية بدأ الرئيس التركي مرة أخرى بتصعيده واستهدافه لقوات سوريا الديمقراطية ولهذه المناطق هنا من الداخل السوري. يعني الشارع المحلي كان قد تلمس خيرا بعد موافقة تركيا على انضمام السويد وعودتها الى يعني الى بالاقرب الى المعسكر الغربي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي حلفاء لقوات سوريا الديمقراطية، بين ذلك ربما سيساهم بتخفيف حدة هذا التصعيد التركي ضد المنطقة، ولكن يبدو بأن هذا الاستهدافات وكذلك هذا التصعيد التركي هو يعني خطوة أساسية ومهمة أساسية تراها القوات. طب ولكن هذا التصعيد هل جاء من لا شيء أستاذ سوريا أو في أستاذ هوشنك؟ إنما نتحدث ربما تصعيد غير مسبوق، استهداف موظفين وأيضا من الأمن الداخلي لأول مرة بعد من الغارات حسب المرصد، طالت معسكرات للتدريب في أو حتى قرب تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف، هل هناك شيء تم رصده؟ هل هذا أيضا يأتي كرد فعل كما أشار مراسلنا من الجانب العراقي من جانب أربيل على هجوم استهدف القوات التركية من قبل حزب العمال الكردستاني، وبالتالي هناك ربط ما بين أو معلومات استخباراتية تربط ما بين المنطقتين بالنسبة لتركيا؟ يعني الحقيقة أول ميدان يقول بأن هذه الاستهدافات هي لا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية فقط. قبل ساعات هناك طفل فقد حياته نتيجة هذا الاستهداف التركي، هناك شخص مدني جرح نتيجة هذه الاستهدافات والضربات التركية، هناك يعني خزان للمياه يؤمن المياه مياه الشرب للمهجرين والنازحين في ريف حلب تم استهدافه وهو خارج الخدمة حاليا. لذلك بالمحصلة بحسب ما نفهمه فإن هذه الاستهدافات التركية هي خطة استراتيجية لحزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكم مرة أخرى في تركيا، وربما يعني كان هناك وعود قدمها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للمنافس الثالث وهو سينان أوزجان، والذي كان يرفض فكرة التفاهم مع الكرد خاصة يعني الكرد في تركيا. لذلك قد تكون هناك وعود قدمها رجب طيب أردوغان للسيد أوزجان، وذلك بالتصعيد ضد قوات سوريا الديمقراطية أو ضد من يسميهم بالإرهابيين هنا في هذه المنطقة. هذا من جهة يعني من جهة. طب ولكن هل ستخرج الأمور عن السيطرة برأيك أم ستبقى في هذا يعني في هذا الإطار، خاصة عندما نتحدث عن مساعي تركيا سوريا لمزيد من التطبيع والتقارب، وربما هذا من شأنه أن يؤثر حتى على هذا المسار بالنظر للشروط ومطالب دمشق أيضا؟ يعني أعتقد بأن دمشق هي خارج هذه اللعبة، وإنما هي يعني مرهونة بنقطتين أساسيتين. الأولى هي تفاهمات أنقرة مع واشنطن وخاصة فيما يتعلق بصفقة F-16، والثانية هي يعني العلاقة ما بين أنقرة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى أنقرة للتودد إليها وكذلك التقرب منها. لذلك أعتقد بأن يعني كلمة الفصل في هذا التصعيد، وإذا ما كان ستتسع رقعة هذه الاستهدافات، هي لواشنطن والتي هي تتواجد هنا في هذه المنطقة وتشاهد هذه الاستهدافات. يعني تركيا كانت قد سعت كثيرا لبدء عملية برية هنا في هذه المنطقة، ولكن كان هناك رفض من واشنطن. ولكن تجاه هذه المسيرات وكذلك الضربات المدفعية التركية، يبدو بأن واشنطن أيضا هي يعني راضية إن صح القول، أو أنها قد أغمضت
يعني عيناها تجاه هذه الضربات التي تستهدف حلفائها في قوات سوريا الديمقراطية والذي يتشاركون معها في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قد أعلن اليوم يعني عن حصيلة عملياته الأسبوع الفائت والتي تؤكد بأن التنظيم لا يزال نشطا، التنظيم لا يزال يعني يستهدف المنطقة ويستهدف قوات سوريا الديمقراطية وكذلك يستهدف السكان المحليون. يعني قبل فترة كان هناك العديد من المزارعون الذين قد حاول التنظيم فرض أتاوات عليهم وبالمقابل يعني للحصول على تمويله لتنفيذ عملياته الإرهابية وكذلك هجماته هنا في سواء في شرق سوريا وفي مناطق أخرى من سوريا والعراق. شكرا جزيلا لك إذن من القامشلي الكاتب والباحث السياسي هشنك حسن.